معي على الهاتف الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس مجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين أهلا بحضرتك. وعزاؤنا ل أهلا وسهلا بحضرتك وللمصريين جميعا، لأنهم منطوبون فيه ممن زجوا به إلى التهلكة. دكتور عبد الله، يعني قاتل الله من دفع به إلى القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلوه قاتلهم الله، الذين يزجون بالأطفال إلى تلك الفتن هم الذين يقتلونهم، وهم الفاعل الأساسي للقتل. الذين ابتدعوا بدعة خروج الأطفال في المظاهرات دول، أدعو الله أن يطاردهم بالقتل. فقد قتلوا الأطفال قاتلهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعلق دكتور عبد الله على ما يدور الآن في جنازة، يعني سواء كانت جنازة طفل أو أي شخص آخر، لكن نحن نرى حرمة جنازة تنتهك الآن، هل هذا من الإسلام؟ ليس من الإسلام. الميت له حرمة في بدنه وفي سمعته وفي كيانه الأدبي. لكن يا أخي لا تقل الإسلام، نحن أمام قوم يدوسون الإسلام بالأقدام. الإسلام الآن يدز الأقدام من أجل الكراسي ومن أجل المناصب. كل شيء يمكن أن يدمر، حتى الإسلام، في سبيل الحصول على الكرسي، من أناس يتمسحون بالإسلام وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام. هذه النصوص التي تقتل هم الذين يزجون بها في السكنة ويصورون لهم الأمر على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم سيلقون الشهادة، والشهادة بعيدة عنهم بعد السماء على الأرض، إنهم ضحايا فتنة. نعم. وأهل هؤلاء الأطفال لو تركوهم لهؤلاء الجبارين، لهؤلاء الذين لا يخشون الله، يكونوا قد شاركوا معهم في قتل أولادهم. كل أب يسمح لابنه أن يخرج إلى هذه الفتنة وإلى تلك المظاهرات هو أب ظالم، سوف يحاسبه الله على فلذة كبده التي يرمي بها في أطول النار باسم الجهاد وباسم نيل الشهادة. والأمر ليس جهادا، الأمر استماتة في سبيل الكرسي وفي سبيل السلطة والمناصب. نعم. دكتور عبد الله، يعني ربما يعني هذه الاشتباكات ايضا تطورت نتيجه للمشاعر الموجوده في الجنازه. احنا مقدرين طبعا لهذه المشاعر، مشاعر اهل وذوي المتوفى. يا ترى ايه الرساله اللي بتوجهها يعني الناس في مثل هذه المواقف؟ لانه هم دلوقتي في حاله من الاعتداء على مجموعه من الاشخاص، يعتقد ان هم بينتموا لجماعه الاخوان المسلمين، في احد المنازل في هذه المنطقه، وبيرشقوها بالحجاره وبيتهموهم ان هم مسؤولين ولو مسؤوليه سياسيه عن هذه الجريمه. لا، هم لهم مسؤوليه جنائيه، لانهم هم المسؤولون عن هذه الفوضى، هم المسؤولون عن الارواح التي تزرق بتلك المظاهرات الخائبة التي يدبرونها كل يوم، والتي يتنادون بها باسم الشرعية وغير الشرعية، ويسيرون في الشوارع رافعين أيديهم بأربع أصابع. هذه السفاهة وهذا الجنون الذي دفع بالأطفال إلى القتل. هم القتلة والقاتلون هم الفاعلون الأصليون، هم الذين ابتكروا هذه البدعة السخيفة التي دعت من الكلام الفارغ امرا يقون في سبيل الدماء. هل يا دكتور عبد الله المسؤولون الاصليون هم الذين يخرجون في تلك المظاهرات؟ لكن كل دم يقع. نعم. وكل نفس تموت، المسؤول عنها هؤلاء الذين يخرجون بتلك المظاهرات الفارغه، التي لا قيمه لها والتي لا تجلب لمن يسيرون فيها الا الاحتقار والازدراء والسخريه من هذه الافعال الماجنه التي يفعلونها والتي يرتكبونها. كانوا يتفرسون بالاطفال، ثم ادخلوا النساء، وفي النساء اللائي يخرجن في تلك المظاهرات هم يصعب اصلاحه. وبعد ذلك يقولون الاسلام ويدافعون عن الاسلام. هم لا يدافعون عن الاسلام يا سيدي. طيب، على الجانب الاخر دكتور عبد الله، ما هو السلوك اللي بيحث عليه الاسلام فيما يتعلق بالمشيعين، مشيعي المتوفى، يعني خاصة إذا كان طفل في هذا الظرف؟ يجب على المشيعين أن يسيروا في صمت ويذكروا الله عز وجل، وأن يتذكروا الآخرة، وألا تسلمهم الدنيا على الآخرة. لكن للأسف إحنا أصبحنا
في ايام يتاجر فيها بالدين، الذين يخوضون بتلك المظاهرات يتاجرون بالدين ويتاجرون للفوز ويتاجرون بكافه القيم الانسانيه من اجل الوصول الى مصلحتهم. انا وقعت في يدي من اعداء الاسلام، اعداء الاسلام افجر اعداء الاسلام، اذا طلب منهم ان يقوموا بهذه المضار ضد الاسلام ما استطاعوا ان يبتكروا تلك الحيل الكاذبه التي يقتلون فيها القتيل ثم يستخدمون دمه من اجل الانتقام ومن اجل اثاره المصريين واثاره القتيل. أنا بشكرك جدا دكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية على هذه المداخلة.